الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. الفخر والعز ما الفرق بينهما؟ لعله من جملة الفوارق بين الفخر والعز أن العز يكون بشيء في الإنسان نفسه، والفخر يكون بشيء خارج عن الإنسان. الإنسان يعتز بعلمه، يعتز بقدرات جسمه، ولكن يفتخر بأبيه، يفتخر بعشيرته، في مناجات لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكل كلماته رائعة وكل أدعيته رائعة. هذه من أروع ما قيل كما يقول بعض الأدباء، بل يقول بعض الأدباء أن هذه الكلمة في المناجات لا يعلى عليها. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. لاحظوا العبودية في الإنسان، العبودية أين؟ فيه. فالإنسان يعتز بهذا الشيء الذي هو موجود فيه، ولكن ربوبية الله سبحانه وتعالى فيه؟ لا، ربوبية الله عز وجل
كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. هذه العبودية موجودة فيه، هذه عزة. وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، هذا شيء خارج عن كياني. فالإنسان يفتخر انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى، انتسابه لشيء خارج عنه. المفاخر كثيرة، الناس يفتخرون بأشياء كثيرة خارج عن كيانهم، يفتخرون بآبائهم، يفتخرون ببلادهم، يفتخرون بأقوامهم، يفتخرون بلغتهم، يفتخرون بأشياء كثيرة. إحدى أهم مفاخر العرب فخرهم بلغتهم، لغة مميزة لعلها فريدة في العالم كله. العرب يفتخرون، على الأقل بعض العرب يفتخرون بصفات موجودة في العرب حتى لو لم تكن موجودة فيه الشخص نفسه، كرم الضيافة في بعض المجتمعات العربية، طيب النفس في بعض المجتمعات العربية، هذه بعضها عزة بعضها مفاخر. ولكن المفخرة الكبرى العظمى لهؤلاء العرب بعد هذه الأمور التي تنتهي بانتهاء دنياهم، هذه المفاخر عادة تنتهي بانتهاء الدنيا. اللغة العربية قيمتها صحيح، أهل الجنة لغتهم العربية حسب ما ورد في الرواية الشريفة، طبعا تحتاج إلى تفسير هذه الرواية الشريفة، ولكن اللغة العربية شنو يعني؟ لغة مميزة نعم، طبعا تعلمون اللغة العربية هي خامس أوسع لغة في العالم، أكثر انتشارا، أكثر من 400 مليون شخص يتحدثون باللغة العربية. في اللغات السامية هي أول لغة في أهميتها في انتشارها، وطبعا اللغة العربية بالفعل لغة مميزة لوجود كلمات مترادفة كثيرة، وهذه الكلمات المترادفة في واقعها ليست مترادفة، هذه فيها فوارق بسيطة جدا، هذه الفوارق البسيطة في الكلمات المتقاربة هذه تعطي جمالا. استعمال هذه الكلمة هنا أنسب من استعمال الكلمة في موضع آخر، مع أن الكلمتين تقريبا بمعنى واحد، هذه تعطي جمال طبعا. بالإضافة إلى وجود كلمات كثيرة في المعاني المختلفة، وهذا الشيء في اللغات الأخرى أقل من اللغة العربية، كمثال واحد من كثير من الأمثلة. مثلا في اللغة الفارسية عندنا كلمة باست يعني أغلق، تقريبا أغلق الشيء. في مقابل هذه الكلمة في اللغة العربية توجد خمس كلمات أو أكثر، في العين العرب يستعملون غمض أو أغمض، طبعا بفوارق بسيطة بين أغمض وغمض. في الفم يستعملون أطبق، في الباب يستعملون أغلق، في القدر يجعلون هذا الغطاء جعل الغطاء، في بعض الكلمات غطى. كل هذه الكلمات المختلفة في اللغة الفارسية المرادف لها كلمة باست، يعني في الباب يقولون باست أغلق الباب، في العين يقولون باست غمض عينه، في الفم وهكذا. فهذه الدقائق، هذا العدد الكبير من الكلمات، هذا الترادف مع وجود فوارق بسيطة جدا ودقيقة جدا،
هذه تعطي جمال للغة العربية. العرب عند التكلم أيديهم مبسوطة، كلمات كثيرة، فطبعا المعنى الذي يعطونه بهذه الكلمات الكثيرة معنى أدق، إمكانياتهم أكبر. بخلاف طبعا لعلمكم اللغة الفارسية من اللغات المميزة، هي لغة قديمة جدا، آلاف السنوات عمرها بعمر اللغة العربية تقريبا، أو لعله قليل أقل بقليل، ولكن بالنتيجة مع أنها لغة مميزة بالنسبة إلى اللغة العربية لا ترتقي اللغة الفارسية بالنسبة إلى اللغة العربية. اللغة العربية لغة مميزة، كلمات اللغة العربية جدا جميلة، المعاني الرائعة التي تتمكن أن تعطيها في اللغة العربية لا تتمكن أن تعطيها في لغات ثانية. طبعا أروع ما في اللغة العربية من كلمات هي كلمات المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، روائع كلماتهم في الأدعية، في غير ذلك. أروع كلمات للعرب هي كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بلا شك. إذا شخص يكون له شيء من الإنصاف يراجع خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة، يراجع أدعية الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية، يراجع كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يذعن بأنها كلمات استثنائية في روعتها مع قطع النظر عن المعاني الدقيقة فيها. بعد ذلك لعله تأتي القصائد، القصائد التي قيلت في حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة خاصة، القصائد في مدح أمير المؤمنين والقصائد في رثاء سيد الشهداء، هذه مميزة أيضا، يعني العديد منها في اللغة العربية لعله لا تجد لها نظيرا، رائعة جدا. السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، أظن هذه القصيدة، لا متأكد، هذه القصيدة توجد عليها شروح، قصائد السيد حيدر الحلي واحدة منها هذه القصيدة في رثاء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. في مقطع من هذه القصيدة يبين شجاعة، يعني يصف شجاعة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. أنا حقيقة أطلب منكم إذا شخص وجد وصفا للشجاعة مثل هذا الوصف، بقوة هذا الوصف أستفيد، ليأتيني بوصف للشجاعة بقوة هذا الوصف. من أبياته يقول: ركين وللأرض تحت الكمات، رجيف يزلزل ثهلانها، الجبال العالية، أقر على الأرض من ظهرها إذا ململ الرعب أقرانها، تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. إلى أن يقول عفيرا: متى عاينته الكمات. هو عفير على الأرض لا يتمكن أن من الناحية الظاهرية أن يستقر على الفرس، عفير، عفيرا، الكمات يعني الشجعان الأبطال، عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. الله صل على محمد. هذه القصائد التي قيلت في رثاء سيد الشهداء استثنائية حقا، بعضها استثنائية جدا. على أي حال، اللغة العربية لغة مميزة، فيها اليد مبسوطة، مفخرة من مفاخر العرب لغتهم، يفتخرون. مفاخر العرب: فلان شخص شجاع، فلان شخص كذا. مفخرة العرب: الشخص الفلاني كان كريما، الشخص الفلاني كان جوادا. مفاخر يفتخرون، ولكن حتى غير المسلمين الذين يعرفون ما أقول يذعنون، حتى في كتاباتهم هذا الشيء موجود. أكبر مفخرة للعرب هو سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وآله، محمد بن عبد الله.
أكبر مفاخر العرب. العرب يفتخرون بهذه الشخصية، هذه الشخصية منهم. النبي صلى الله عليه وآله، أذكر لكم معلومتين. المعلومة الأولى، هذه المعلومة قد تستفاد من بعض الروايات الشريفة، وإحداها في نهج البلاغة كلمة لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة، لعل هذا المعنى يستفاد من هذه الكلمة. هذه الكلمة لها أكثر من وجه، لها أكثر من احتمال. احتمال من الاحتمالات هذا المعنى، أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله في العرب ما كان شخص واحد يتمكن أن يقرأ، أو إذا كان نادر جدا، والنادر كالمعدوم. العرب ما كانوا يعرفون، لا أقول ما كانوا يعرفون أن يكتبوا، ما كانوا يعرفون أن يقرأوا. الذين كانوا يعرفون أن يقرأوا ويكتبوا يقولون في مكة آنذاك كانوا 10 فقط، وكلهم من غير العرب أساسا، مو من العرب كانوا حسب ما يقولون، 10 فقط في كل مكة. فالعدد إما شيء معدوم أو قليل جدا نادر. هذه معلومة. المعلومة الثانية، هل تعلمون أنه العرب ما بعث فيهم أي رسول من جميع الرسل؟ لا يوجد رسول واحد بعث في العرب إلا خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الوحيد العربي هو خاتم الأنبياء فقط. يعني ماذا؟ صلى الله عليه وآله. يعني أنه العرب ما كانوا قد رأوا رسولا، لا هم لا آباؤهم لا أجدادهم لا آباء أجدادهم لا أجداد أجدادهم. أم ما رأت رسولا أصلا. طبعا ما رأت رسولا لا تعرف كيف تتعامل مع الرسول. أم رأت عالما على مر الفترات، الأيام، السنوات، شيئا فشيئا يتعلمون كيف يتعاملون مع عالم مثلا. أما أم ما رأت عالما أصلا، لأول مرة يظهر فيهم عالم، لا يعرفون أن يتعاملوا معه. العرب ما كانوا قد جربوا التعامل مع رسول من الرسل، خلاص أول مرة. يعني أمة قابعة مركوزة مدفونة في التخلف، لا تعرف حتى القراءة. من أين تتعلم؟ من أين تتثقف؟ قراءة ما يعرف. ثانيا أمة لا يعرفون رسولا. هؤلاء يتمكنون أن يتعاملوا تعاملا راقيا مع رسولهم، ولذا آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله أية أذية. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. يعني هذا الرسول لا يريد منكم شيئا، جاء ليرفعكم. رسول عرفتموه بطهارته بنزهاته بأمنه، عرفتموه بكل الصفات الحسنة، ما أخذتم عليه نقطة سوداء واحدة في كل حياته. 40 سنة كان قد عاش فيكم قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى رسولا إليكم، نزيه للغاية، ما رأيتم مثله في كل حياتكم، تعرفون هذه النزاهة فيه. ماذا صنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقرأ لكم مقطعا من أخيه مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى خطبه، يقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله: خاض، يعني خاض رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى رضوان الله كل غمرة. لأجل رضوان الله سبحانه وتعالى خاض كل غمرة، وتجرع فيه كل غصة،
وقد تلون له الأدنون، الأقربون له تلونوا انقلبوا ضده، وتألب عليه الأقصون، البعداء تألبوا اجتمعوا ضده، وخلعت إليه العرب أعنتها. عجيبة هذه الكلمة جدا، يعني هم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله أذية ممنهجة، هذا شيء لا، أصلا في الأذية خلعوا الأعنة، شيء بلا عنان، في الأذية اصنع ما تريد، يعني من دون ضوابط، تريد أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله خلاص، هنا لا توجد ضوابط. وخلعت إليه العرب أعنتها، العرب هكذا آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وضربت لمحاربته بطون رواحلها، حتى أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق المزار. يعني أذية لا نظير لها. أمة متخلفة إلى أبعد الحدود، أمة ما رأوا رسول في حياتهم، أمة ضد النبي، ليسوا فقط كانوا قد أقفلوا عقولهم على كلام النبي صلى الله عليه وآله، أقفل عقولهم لا تستوعب كلام النبي أبد، لأنها مقفلة أساسا لا يريد أن يستوعب، لا، عداء، ليس فقط أقفلوا، عداء. نبي من الأنبياء بعث عمره 16 عاما، بقي في قومه إلى أن صار عمره 120 سنة، ما تمكن أن يهدي منهم إلا نفر قليل جدا، يعني خلال 104 سنوات ما تمكن. الأمة التي تقفل، مع أن أمته ما حاربته ولكن كانت مقفلة، خلص هذا الشخص لا نتمكن أن نستقبل منه شيئا، معلومة لا نستقبل منه، كيف يتمكن أن يهديها مع أنه هو رسول من الرسل؟ حتى لو كنت بقدرة رسول لا تتمكن أن تهدي الأمة التي أقفلت عقولها، كيف تهديها؟ وعجزت عن معالجة الأحمق، كما يروى عن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أحمق كيف تهديه؟ أحمق. هذه الأمة كلها هكذا كانت تقريبا، إلا النادر منها أقفلوا. النبي نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام خلال 950 سنة، 950 سنة يعني من زمن النبي صلى الله عليه وآله، من زمن الحياة الظاهرية لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمن الشهيد الثاني مثلا، هذا 950 سنة تقريبا، فترة طويلة جدا، ما تمكن أن يهدي منهم، ليس لضعف فيه، لمشكلة فيهم، ما تمكن أن يهدي منهم إلا 83 شخص. هؤلاء بهذا التخلف، أكثر تخلفا من أمة نوح، أكثر تخلفا من أي أمة، بأنهم ما رأوا رسولا، بأنهم عادوا النبي صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج منهم عباقرة، صنع منهم عباقرة، من هذه الأمة المتخلفة عباقرة، التاريخ يخضع أمامهم، التاريخ ما رأى مثلهم، أصبحوا مفاخر للبشر، حتى غير العرب بدأوا يفتخرون بهذه الشخصيات الكبيرة. من صنعهم؟ هذه المفخرة، مفخرة العرب، مفخرة البشر، رسول الله صلى الله عليه وآله. وخلال كم من الفترة؟ من بعد بعثته إلى استشهاده 23 سنة فقط، كل الفترة 23 سنة. بعضهم ما آمن برسول الله صلى الله عليه وآله إلا في السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله الظاهرية. في خلال سنوات صنع منهم عباقرة. إخواني، أبو ذر من هو؟
اترك إيمان أبي ذر، أبو ذر كعبقري، استثنائي، عبقري استثنائي في التاريخ. أبو ذر من هو؟ من هؤلاء. لولا النبي صلى الله عليه وآله من كان أبو ذر؟ من الذي جعل أبو ذر خلال سنوات قلائل هذا الشخصية المرموقة؟ المقداد من هو؟ عمار من هو؟ حذيفة من هو؟ حتى سلمان، صحيح سلمان هو كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل في الإسلام، البعض قالوا هو من أوصياء عيسى بن مريم لعله، بالنتيجة هو كان مؤمنا حتما، ولكن ما كان عبقريا بهذه الدرجة. حتى سلمان سلام الله عليه، من الذي جعل سلمان سلمان؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله. نرجع إلى كلمتي الفخر والعز. رسول الله صلى الله عليه وآله مفخرة للسادة باعتبار أنه جدهم، مفخرة للعرب باعتبار أنه عربي، مفخرة للمسلمين باعتبار أنهم ينتسبون إليه صلى الله عليه وآله، مفخرة للعلماء باعتباره عالما، مفخرة هو مفخرة مفخرة، مفخرة للقادة، قادة استثنائي كان باعتراف أعدائه. ولكن ما الفرق بين المفخرة وبين العزة؟ الفخر يكون بشيء خارج من كيانك، العزة تكون بشيء في كيانك. يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله مفخرة لنا فقط، أو نجعله عزا لنا؟ كيف؟ كيف نجعله عزا لنا؟ أن نجعل شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله في كياننا يصبح عزا. أنا مرة أعتز بأبي، أنا مرة أفتخر بأبي، مفخر. مرة أعتز به، أجعل شيئا من كيانه في نفسي، أخذ من علمه، هذا العلم يصبح في داخلي في كياني فيصبح عزا. نفتخر برسول الله صلى الله عليه وآله، وأية مفخرة هذه المفخرة، لا توجد مثلها مفخرة مثل هذا المفخرة، لا توجد. ولكن أن نجعله عزا يعني ماذا؟ أولا بالإيمان به، الإيمان شيء فيه. لاحظ الآية المباركة الرائعة جدا وجميلة جدا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة هذه تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية تلك الصفة، صحيح. وللمؤمنين، هذا الإيمان جعل عز فيك. الإيمان ليس فقط انتساب، هو من العرب النبي أنا أيضا من العرب، لا، إيمان برسول الله صلى الله عليه وآله هذه عزة. هذا أولا. ثانيا إطاعته، المشي على نهجه صلى الله عليه وآله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. العرب كلهم يفتخرون برسول الله، البشر يفتخرون برسول الله، العلماء يفتخرون برسول الله، المفروض هكذا، كثير منهم بالفعل يفتخرون، ولكن هذه فخ، هذه مفخر. المؤمن يعتز برسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا هناك آيتان في القرآن الكريم، طبعا آيات عديدة، من جملة الآيات آيتان عن البعثة، من جملة الآيات عن البعثة، عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله. في إحداها بعث فيهم رسولا منهم، في آية ثانية بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منهم ومن أنفسهم، ما الفرق؟
الله عز وجل بعث فيهم رسولا منهم في آية، في آية قرآنية أخرى بعث فيهم رسولا من أنفسهم. حقا هذه الكلمة بالنسبة للمؤمن أكبر وسام، أكبر وسام. الآية التي تتحدث عن الأميين يعني أهل مكة، أهل أم القرى الأميون، تقول منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، منهم هو لا من أنفسهم، منهم. الآية الثانية تتحدث عن المؤمنين، تقول من أنفسهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أكبر وسام، النبي ينسب إلى المؤمنين من أنفسهم، يعني وسام أكبر من هذا؟ هذا رسول الله سيد الأولين والآخرين، هذا صلى الله عليه وآله. الفرق ما هو؟ الرسول من الأميين لأنه من أهل مكة، الرسول من أنفس المؤمنين. أختم كلامي ببعض المقاطع التي تحدث فيها سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله، بسرعة أقرأ بعضها. يقول في نهج البلاغة، طبعا مقاطع في نهج البلاغة عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله كثيرة جدا، الإمام كثيرا ما تحدث عن هذه القضية المهمة. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أرسله على حين فترة من الرسل. تعلمون ما كانت هناك رسل، فترة كانت من الرسل، أنبياء كانوا، رسل ما كانوا. على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور، الأمور منتشرة متبعثرة، وتلظ من الحروب. والدنيا، عجيب الكلمة، والدنيا كاسفة النور. ما في الدنيا، ما لا يوجد في الدنيا نور. والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها، التعبير رائع جدا، وإياس من ثمرها. خلاص يأس صار، هذه البشرية لا تأتي بخير، انتهت. بالفعل تاريخ الدنيا اقرأوا، تاريخ الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية اقرأوا، وهذا واقع. وغرار من مائها قد درست منار الهدى. خلاص منار الهدى سقط، لا درست أصلا، خلاص انتهت، آثارها ما بقيت أيضا. وظهرت أعلام الردى فهي متجهمة لأهلها، عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف. هذا وضع الناس كان. في مقطع آخر الإمام يقول صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إلى أن بعث الله سبحانه محمدا رسول الله. صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده. في مقطع آخر، في خطبة ثانية، في خطبة أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة، فساق الناس النبي صلى الله عليه وآله. هذه الكلمة أيضا، فقط لحظات أخذ من وقتكم. النبي صلى الله عليه وآله قاد الناس، صحيح، لا، النبي ساق الناس. ما الفرق بين القيادة والسياقة؟ واضح، القيادة من الأمام، السياقة من خلف. الذي من الأمام يقود يسمونه قائدا، الذي من خلفهم يقود يعني يمشيهم يسمونه سائقا. سائق من الخلف، الآن مشهور يقال هذا الشخص الذي يسوق السيارة سائق، هذا خلاف
ما هو في اللغة العربية، هذا قائد السيارة ليس سائق السيارة، لأنه من أمام يقود. النبي صلى الله عليه وآله قاد هذه الأمة؟ نعم قادها، لا ساقها. الذي يسوق بلا تشبيه، كمثال أقول الراعي يسوق، الراعي يكون عادة خلف الأغنام لا يكون أمام الأغنام. لماذا؟ لأنه قد تخرج شات من هنا من هناك. هذا الذي يسوق يلتفت أي شيء لا يخرج، يقودهم يعني يمشيهم كلهم. النبي صلى الله عليه وآله ما قادهم، ساقهم، يعني كان حريصا هذا ليطلع ذاك ليطلع هذا يهتدي. الله أكبر من هذه الكلمة، كم هي رائعة. هؤلاء كانوا هكذا، ليس أحد من العرب يقرأ كتابا ولا يدعي نبوة. النبي صلى الله عليه وآله ماذا صنع؟ فساق الناس، الناس ساقهم رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بوأهم محلتهم، محلتهم، أوصلهم إلى مكانهم المناسب. يعني ما تركهم، ما ساقهم قليلا، لا ساقهم إلى أن أوصلهم في مكانهم. حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم، الشيء الذي ينجيهم. أين كانوا؟ كانوا في قعر جهنم، رسول الله صلى الله عليه وآله نجاهم، ناهيك عن الوضع الدنيوي. فاستقامت قناتهم واطمأنت صفاتهم. كلمات كثيرة في هذا المجال لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف بعثة النبي صلى الله عليه وآله. أبارك لكم المبعث النبوي الشريف في 27 من شهر رجب، في أواخر هذا الأسبوع القادم. كما تعلمون أيضا في هذا الأسبوع ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر سجين بغداد صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا النبي الأعظم، بحق هذا الإمام العظيم، بحق هؤلاء الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.